أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول أن الكفار لا يخلدون في النار؟ من يقول هذا؟ الله جل وعلا يقول فيها هم فيها خالدون، وهو يقول ما يخلدون. اللي ما يخلدون عصاة الموحدين، إذا دخلوها بكبائرهم ومحصوا يخرجون ويخرجون منها ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملوا دخلوا الجنة. نعم.